اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتقل كريم سعيد واحمد ثابت للجزء الاخر من الاستوديو عشان يتكلموا مع حضراتكم عن مباراه الاهلي والانتاج الحربي. خليني ابدا معاك يا كريم الاول. نعم. بهذه المباراه المهمه ووجهه نظرك في هذه المباراه. طبعا عشان نتكلم في مباراه يا كابتن اسلام مش هنقدر ما نتكلمش على مباراه الاهلي والبنك الاهلي. تمام. مباراه الاهلي والبنك الاهلي لحد ما النتيجه كانت سلبيه، واعتقد ضيعنا يعني انتصار كان في ايدنا بالفعل. وفي وجهه نظري هي مباراه مشابهه لمباراه الجونه، يعني مباراه الجونه ومباراه البنك الاهلي دي نفس اللعبه بالظبط، نفس الستايل نفس الاسلوب نفس السيناريو نفس كل حاجه. بس ربما في وجهه نظري يعني الخطا الوحيد اللي ربما كنا احنا يعني وقعنا فيه في نهايه المباراه هو تحويل خطه اللعب ل 4-3-2-1 عشان نامن خط الوسط. ماتش الجونه رمضان بيكهام نزل ارتكاز ثالث وسحبنا جناح، وفي ماتش البنك الاهلي برضو نزل اليو ديانج مع حمدي فتحي مع عمرو السوليه كارتكاز ثالث وسحبنا جناح. هو ربما اشوف وجهه نظري في نوعيه الماتشات دي هي اللي بتخلي المنافس يبدا يهاجم من على الاطراف. ماتش الجونه قدروا ياخدوا فاول حولوه لهدف محمد نجيب، وفي ماتش البنك الاهلي عاصم صلاح قدر يعمل الكروس. ماتش الانتاج الحربي بقى في وجهه نظري بيتسو موسيماني فعلا يعني ابدع وعمل حاجه ممتازه جدا 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 جدا. قدر ان هو يحول فيها تاخر النادي الاهلي ب 2-1 ليه مكسب ل 3-2 في نهايه المباراه يا كابتن ستايل. بيتسو موسيماني ببساطه عمل ايه عشان برضو يبقى الساده المشاهدين معانا شايفين الامور التكتيكيه والفنيه بشكل قريب. احنا بنلعب ال 4-2-3-1 بدايه المباراه وما عندناش اي مشكله بصراحه. انتاج الحربي مع بدايه الشوط الثاني يا احمد نديهم التحيه بصراحه للكابتن احمد كشري واللعيبه كلهم بصراحه مستوى بدري عملوا مباراه ممتازه وقدروا يعملوا يرجعوا في النتيجه من 1-0 ل 2-1. وهنا خلاص هو عايز بقى يحافظ، لا اما ياخد نقطه لا اما لو يقدر يحافظ يخطف الانتصار. بيتسو موسيماني بدا يخاطر في تغييراته وعمل واحده من احلى التغييرات اللي ممكن نشوفها. هو الراجل ببساطه رايح، اذا افترضنا يعني ان اليو ديانج ده شال هو بدري بانون خالص من الملعب وحط اليو ديانج مسك ونزل طبعا ياسر ابراهيم مكان ايمن اشرف، وراح عمل تركيه حلوه قوي قوي ما بين علي معلول و محمود وحيد. اذا افترضنا يعني ان الكوره اللي معانا دي هي محمود وحيد، خلاه هو على الطرف وخلى علي معلول داخل لجوه بشويه وينج، مش وينج على الطرف، هو ساب محمود وحيد هو اللي واخد اللاين ودخل علي معلول سنه لجوه وخلى عمرو السوليه لوحده في نص الملعب وخلى مجدي قفشه في مركزه كبلاي ميكر وحط ثلاثي في الامام ما بين مروان محسن وولتر بواليا ومحمد شريف. طيب ايه الفكره ببساطه؟ هو عارف تماما ان انا النهارده مزنوق في الوقت وعايز اجيب جونين لان انا النهارده حتى التعادل ما يفيدنيش. طب اعمل ايه؟ هلعب على الكرات العرضيه، معايا مروان محسن ومعايا وولتر بواليا ومعايا محمد شريف، الثلاثه هحطهم داخل منطقه الجزاء. طيب محمود وحيد لو انا طلبت منه انه يطير، اذا افترضنا يعني ان الكوره دي معايا دي محمود وحيد، اذا افترضت محمود وحيد هيفضل طايم من على الطرف، طيب ما الانتاج الحربي هيبدا يقفله من على الطرف ويعمل له بلوك ويوقف عليه واحد واثنين وثلاثه ويمنع الكرات العرضيه تتلعب. يبقى لازم انوع ما بين اثنين، محمود وحيد وعلي معلول. بس علي معلول لما يلعب الكروس ما يلعبوش من على الطرف، يلعبوا من داخل الملعب عشان النهارده يبقى الكروس بتاع علي معلول ده مفاجئ لمين؟ لحارس المرمى وللمدافعين. هو ده اللي نجح فيه بالظبط، لان حارس المرمى يا كابتن سامح طبعا حضرتك يعني ادرى العارفين، لما بيجي له كروس من داخل الملعب الكره بتلف بشكل هيمنعه انه يقدر يطلع يمسكها، لكن لو الكروس ملعوب من هنا على الطرف من هنا اهو هي سهل، ليه؟ انا باخد الخطوه بتاعتي وبطلع امسك الكوره. لكن لو ملعوبه من داخل الملعب لو انا خرجت ممكن ما الحقش الكوره، وبالفعل ده اللي حصل في كوره وولتر بواليا. اضيف على كلام كريم برضو ان هو علي معلول في المباراه اللي هي بتاعه البنك الاهلي كان واضح ان هو في نهايه الشوط الثاني مجهد بدنيا، كان واضح جدا، فهو بيتسو موسيماني حب ان هو يخلي علي معلول في الجنب الهجومي بس يريحه ويقول له ما تقومش بواجب دفاعي وخليك انت قدام اديني العرضيات. ايوه ده كان برضو سر من اسرار التغييره دي. طبعا هو حول طريقه اللعب زي ما كريم قال ل 4-1-3-2. طبعا لو افترضنا ان ده بواليا مثلا اهو
هي الطريقه بقت كده بالظبط 4-1-3-2. لو جبنا صوره التشكيله، هات اللي هي التشكيله اللي هي 4-1-3-2 اللي هي كانت في اخر ربع ساعه ازاي كانوا النادي الاهلي بيلعب. طبعا هو يحسب لموسيماني تغييراته في المباراه دي بسم الله ما شاء الله موفقه كلها الخمسه. اولا تغيير حسين الشحات مكان اجاييه، ليه اجاييه ما كانش موفق؟ نزل حسين الشحات اللي لازم نقول له شابوه على الاداء اللي بيأديه في الفتره الاخيره، وتحيه كبيره جدا لحسين الشحات. التغييره الثانيه كانت خروج محمد هاني اللي هو الباك رايت اللي كان برضو يعتبر لحد ما كان غير موفق في المباراه، ودفع بيه الاول دفع بولتر بواليا كمهاجم، ونزل الاول نزل محمد شريف كمهاجم ثاني، وبعد كده نزل وولتر بواليا مكان كهربا. وتوظيفه لولتر بواليا ادي قدامنا على الشاشه، هو بولتر بواليا كان بيلعب رايت انسايد فورورد جناح ناحيه اليمين بيتحول كمهاجم ثاني، والكره معانا بيبقى فيه 3 راس حربه قدام بواليا ومروان ومحمد شريف. يعني اول ما الكره مثلا زي كره الهدف، لو استعرضنا الهدف اللي معانا او اي حاله من الحالات اللي معانا، هات الحالات كمل زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه 4-1-3-2، محمد مجدي قفشه في العمق، بواليا ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ومحمد شريف ومروان بواليا بيضم معاهم كمهاجم ثالث لما الكره بتيجي مع علي معلول وعمرو السوليه. في حته بس نقطه، ان احنا عمليه ان انت بتهاجم بدي عمليه ريسك كبيره جدا طبعا. وده الفرق ما بين موسيماني في افريقيا وموسيماني في الدوري. ايه؟ ان موسيماني في الدوري بياخد الريسك كبير جدا يعني بيهاجم بشراسه، دايما الاطراف طايره، دايما محمد هاني طاير، دايما علي معلول طاير، عكس افريقيا. افريقيا بيبقى لا بيبقى في حذر كبير جدا، عشان كده بياخد ريسك كبير جدا. لو جبنا اول حاله معانا هنشوف، هات الصور اللي هي بتاعه الحالات، هنلاقي دي مثلا الفيديو. طبعا ده ديانج الدبابه بسم الله ما شاء الله العداء بيلعبها المعلول. بص بواليا كان فين؟ كان جناح اهو، راح فين؟ راح مهاجم تاني. هي الفكره ان هو ده اسمه رايت انسايد فورورد، يعني جناح بيتحول لمهاجم، لكن هو على طريقه اللعب 4-1-3-2. بص بتحرك بواليا فين؟ هو كان جاي غير مراقب، هو اصلا هم اتنين فراوده وبواليا جاي من ورا اتحول لمهاجم تالت. فهنا لعبه بيتسو موسيماني في اخر ربع ساعه، ان طبعا اهو اليو ديانج رجع مساك قدامنا على الشاشه جنب ياسر ابراهيم. اوعى وحيد، اوعى وحيد ده عداء بسم الله ما شاء الله عليه اليو ديانج، بسم ربنا يحميه. يعني لعبها ليه علي معلول، بص بواليا فين، وقف بص بواليا فين، جناح اهو هيتحول لمهاجم، ده اللي احنا بنتكلم فيه، هيتحول لايه؟ لمهاجم ثالث مع محمد شريف ومع مروان اللي هم الاثنين اللي قدام، والظاهرين طايرين حسين الشحات ومحمود وحيد. كمل اهو علي معلول بيعمل الاوفر، بص بقى تحرك بواليا ما بين في الهاف سبيس ما بين المساك وما بين الباك، ده الجون كله. وبواليا ممكن الجون ده يفكرنا بفلافيو، هل بواليا هيكرر تجربه فلافيو؟ هل بواليا ده السؤال يعني، نتمنى ان ده جون حلو، فلافيو جاب جون وحش ده جون كمان ايه؟ ده بيفكرنا بهدف جيرالدو في مباراه جون عالمي. جون عالمي. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نشرك الناس معانا. كريم امين بيقول متخيلين حضراتكم دي احصائيه لوحدها كفيله انها تخليك تحسم بطوله دوري بدري، ومش بس كده تقدر تحقق لقب هداف البطوله واقوى هجوم، ده في على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. ايضا خالد يوسف بيقول تحياتي للكابتن اسلام، فضلك يا كابتن اسلام التركيز على 9 ضربات جزاء وكذلك الخمس اهداف ضروري ياخدوا مساحه كبيره حتى لو كل يوم، مع تحياتي نعملها كل يوم. حاضر عينيا. هاني بيقول لماذا يستغل الاهلي شعبيته الجارفه وياخذ اعلان مباريات، ربنا يسهل ان شاء الله. برضو ناجي بيقول سؤال كابتن اسلام، يا ترى في صناع العاب مع المنتخب الاولمبي ورايك فيهم هل يمكنهم صنع الفارق في حال تغيير الطريقه؟ احنا هنتكلم اكتر عن المنتخب الاولمبي في العشر دقائق الاخيره. زيزو، ما سبب من وجهه نظركم في تراجع الاداء في الاولمبياد حتى الان؟ ما يقرب من 30 مصري ومصريه خسروا، اتكلمنا في هذا الموضوع. احمد رضا، كابتن اسلام عليكم السلام، منور يا كابتن ثابت، انت وكريم بيضربوا تمام، احنا شغالين بما نراه يتناسب مع سياسه النادي الاهلي. ميدو متعب بيقول لك الاهلي ما دفعش اشتراك الفار، والله على رايك يا ميدو. خالد بيقول بصراحه مسؤولين، لان كان لازم الكلام في 9 ضربات جزاء والخمس اهداف والتركيز عليهم عشان نخرس اي واحد يقدر يتكلم ان هو عنده مظلوم او كذا او كذا او كذا. طيب كمل يا احمد، لان لسه هناخد بعض الاسئله. نكمل الحلقه معانا، ابعتوا لنا يا جماعه كل ما يخص الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها سواء لكريم سعيد او احمد ثابت، هسال كريم في اخر 10 دقايق. دي الطريقه اللي كان كريم بيتكلم عليها، اتفضل.
ده عمرو السولية كان ارتكاز وحيد 4-1. ادي قفشه اللي هو البلاي ميكر قدامنا اهو في العمق، وعلى يمينه بص اللي فاتح مين، حسين الشحات، وادي محمود وحيد اهو الظاهرين طايرين، وعلي معلول جناح يعني يعتبر جناح ضامم لجوه، وبواليا هو اللي جناح بيتحول لمهاجم ثالث مع مروان ومع محمد شريف. ده فكر موسيماني في اخر ربع ساعه قدر ان هو بسم الله ما شاء الله يعني ربنا وفقه فيها، وقدرنا ان احنا نعمل كومباك هايل. كمل الصوره اللي بعدها، دي طبعا صوره كابتن سيد في النتيجه كانت 2-1. دي حاله من الحالات برضه. هو لا ده معانا فيديو برضه، هو كان كابتن سيد راح قال للعيبه، شاف ان اللعيبه بتعمل تمريره طوليه، فهنا يعني دي ان ايه الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ ده بيقول لهم يا جماعه العبوا على الارض، العبوا كورتكم لسه في وقت بدري. كان لسه بدري في كوره اعتقد في دي حوالي 64، وايمن اشرف لعب كره طوليه وراحت راح قال لهم العبوا على الارض. دي حاجه برضه بتدل على شخصيه كابتن سيد بصراحه. دي بقى الحاجه السلبيه اللي انا بتكلم فيها، او النقطه الوحيده اللي في النادي الاهلي، ان احنا في مباراه الدوري بناخد ريسك كبير جدا. بص انت بتهاجم بكام لعيب، 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه، فهنا ده على فكره هدف الانتاج الحربي الثاني، ده الهدف الثاني، انت بتهاجم بثمان لعيبه بس. هنا يا احمد خلي بالك كانت نتيجه 1-1. اه طبعا دي كانت مبرره، لان اللعيبه خلي بالك بعد الواحد واحد بداوا يحصل نوع من البانيك، بس حصلت بسبب التعادل بتاع البنك الاهلي. حصلت في مباراه البنك الاهلي نفس الفكره، ان احنا برضو احنا عندنا، انت دلوقتي عندك تراجع بدني بسبب ضغط المباريات فانت عندك هنا حل الموضوع ده ايه؟ يا اما تعمل ضغط عكسي تستخلص الكره بسرعه توقف الهجمه، يا اما تعمل فاول تكتيكي. يا اما تعمل فاول تكتيكي، ده يا اما واحد من الظاهرين اللي هو هاني او محمود وحيد اللي هو علي معلول يضم لجوه عشان يبقى ارتكاز معاهم، ده حلها. لكن انت دلوقتي هو لما دخل هنا عدى من السوليه، طبعا السوليه مجهد خلاص طبعا، عمل التمريره الريسكي في ظهر مين؟ بدري بنون. ده هدف الانتاج الحربي. حتى لو جبناه كان بدري كمان، هو اللي لازم الناس تعرف يا كابتن اسلام ان المهاجم هو بيجري بوشه والمدافع بيقابل، طبيعي السرعه هتبقى يعني طبعًا. المهاجم عنده ميزه، ده مش عيب في بدري بنون بالظبط. انت الفكره بدري بس بنون، بس انا الحقيقه برضو معلش مع احترامي لانه انا كنت شايف ان بدري بنون بعد رحله المغرب لازم يريح طبعا، خصوصا ان انت عندك ياسر ابراهيم. صح طبعا صح. ياسر ابراهيم لازم ياخد فرصه في الماتشات الجايه بصراحه. اكمل بس النقطه دي لانها مهمه جدا. انا بالنسبه لي طبعا مش زي المدير الفني، انا مش شايف، انا شايف من بره. صح المدير الفني هو اللي شايف، هو الاقرب، هو اختياراته الصحيحه دائما. ولكن انا وجهه نظري ان كان بدر بنون جاي من المغرب ومسافر وخد اليومين اجازه في المغرب وجاي على التمرين، كان وجهه نظري ان هو يريح، خصوصا ان انت محتاج ان انت تلعب ياسر ابراهيم، محتاج ان انت تلعب رامي ربيعه، عندك سعد سمير، عندك هذا الثلاثي محتاج ان انت تلعبه خلال الفتره الجايه. فدي النقطه اللي هي جا منها الهدفين، يعني في مباراه البنك الاهلي وفي الانتاج، ان انت ضغط بكل اللعيبه دي وبالتالي تلعب التمريره في ظهرك، فهنا لازم اللعيبه طبعا تكون نوعا ما، يا اما نعمل فاول تكتيكي في وسط الملعب يضيع الهجمه المرتده بتاعتهم. أيوة. خاصه كمان ان احنا في دوري بنلعب بريسك اكبر من بطوله افريقيا. تمام نكمل بقى الاهداف الحالات. طبعا معانا حسين الشحات. حسين الشحات واحد من الناس اللي لازم يديها حقها. هو يعتبر الناس كانت بتنتقده، ولكن هو ثالث اكتر لاعب، يعني بص حسين الشحات في الفيديوهات بتاعته هو ثالث اكتر. لا دي ده الحاله اللي هو بياكل ده حلوه، بس ده مجدي قفشه اللي عمله. اللي هو ثلاث مهاجمين في الفيديو ده بياكد برضو ان هي طريقه تغيير الطريقه. هات بس ارقام حسين الشحات، يعني جهز لنا ارقام حسين الشحات، هتلاقي ان حسين الشحات ثالث اكتر لاعب مساهمه في اهداف مع النادي الاهلي. يعني الاول محمد شريف، الثاني علي معلول. علي معلول وصل لتسعة اسيست. ادي ارقام حسين الشحات قدامنا على الشاشه. جايب كام جون حسين الشحات في 19 مشاركه اساسي؟ 7 اهداف. طب الاكسبكتد جول، الاهداف المتوقعه بتاعته 4.2. بص الفينش بتاعه، يعني هو المفروض يجيب 4.2 من 10 هدف، يعني 4 اهداف جايب 7، ده دليل ان الفينش بتاعه كويس جدا. صانع كام جون؟ 5. يعني حسين الشحات مساهم في كام هدف؟ 12 هدف للنادي الاهلي في الدوري. أيوه. اكتر جناح مساهم في النادي الاهلي في اهدافه هو حسين الشحات. ايوه ثالث اكتر لاعب صنع فرص في النادي الاهلي. طبعا الاول قفشه صنع 52 فرصه، الاكثر في الدوري. الثاني علي معلول، والثالث حسين الشحات. التمريرات بتاعته 677 صحيح من 842. ايوه والتمريرات البينيه 22 صحيحه، واخر حاجه المراوغات بتاعته 36 مراوغه ناجحه من 57. بصراحه حسين الشحات يستحق يعني التحيه على ارقامه. لا واضافه كمان ان حته الجزء الدفاعي للجناح مهم جدا يا كابتن اسلام. طبعا يعني بنحاسب الجناح، ما بنحاسبوش بس ولعب باك يمين، يعني حتى ايفن قبل ما يلعب او قبل ما يحط عدد الاهداف او يعمل اسيستات للاهداف،
حسين الشحات دوره الدفاعي مع الفول باك اللي وراه من بداية الدوري واحد من أفضل الأجنحة الدفاعية في النادي الأهلي، ولما بيغيب بنحس بالفرق في حدة مساعدة الجناح الهجومي والفول باك. وبرضو أعتقد حسين الشحات مع أكرم توفيق عملوا الاثنين لحد ما ثنائي جيد جدا في الجبهة دي، يشبه الثنائية اللي كان عاملها علي معلول مع أجاييه لما كان أجاييه لحد ما فات أكتر من الوقت الحالي. صح، علي معلول طبعا علي معلول يعني بنتكلم واحد من أبرز صناع الأهداف وصناع الهجمات ومفسد كمان هجمات للخصوم، بنتكلم على 15 مشاركة، 4 أهداف الفول باك يا أحمد، ده رقم مش قليل، مطلوب منه مثلا 4.8 هدف بس هو جاب منهم 4، ده شيء جيد. ده الرقم المهم عندي بقى صناعة الأهداف 8 وصناعة الفرص 28، وحاجة مهمة بقى الشخصية، يعني أنا دلوقتي بقول للناس رقم اللي هو صناعة الأهداف 8، لكن خلي بالك الشخصية بتاعته في 9 اسيست، الشخصية بتاعته في ماتش الانتاج الحربي في هذا الضغط في هذا الوقت يعني اتضايق جدا ان انا اعمل كروس بهذا الاتقان في الدقيقة 93 ويجي منها هدف الانتصار، ده امر ربما الاحصائيات ما تبينوش، لازم احنا نحلله. بنتكلم برضو على صناعة الفرص 28، عامل 1241 تمريرة منهم 991 تمريرة صحيحة بنسبة 80%، دي نسبة عالية جدا. عرضيات 86 كرة عرضية منهم 30 رقم جيد، مراوغات 26 منهم 20 صحيح رقم جيد، استخلاص الكرة من ملعب الخصم عملها 23 مرة نجح من 87، ده برضو رقم بيبين لنا قد ايه الجبهة اليسرى في امان مع علي معلول. بالمناسبة احنا بنتكلم عن الجبهة اليسرى، ناجي بيقول لك تغيير مستر بيتش وموسيماني، محمود وحيد وعلي معلول مع بعض في الملعب، وتغيير مانويل جوزيه سيد معوض ووجود جيلبرتو في الملعب في ماتش الاسماعيلي، هل تتشابه؟ ممكن، بس هي الفكره ان حضرتك طبعا فاكر جيلبرتو كان بيعمل الدورين، كان بيلعب وينج، كان بيلعب فول باك، وكان بيلعب خط وسط اصلا. جيلبرتو اصلا مع انجولا كان لاعب خط وسط داخل، ما كانش فول باك، فمستر مانويل كان بيستخدم سيد معوض هو اللي يحطه على الخط، وكان بيدخل شويه جيلبرتو داخل الملعب، وهي دي الفكره احلى واحده عملها بصراحه موسيماني من ساعه ما مسك الاهلي لما دخل علي معلول لداخل الملعب، دي كانت تغييره رائعه يستحق بصراحه الاشاده عليها. طيب قبل برضو ما نطلع بريك اخير، عايز برضو حد بيسال، طه بيسال كابتن اسلام، ايه سبب تكرار الانفراد من الكره البينيه اللي اتكررت في ماتش بيراميدز والانتاج ووادي وقد ما حصل تاني؟ احنا شرحناه دلوقتي، قلنا ان هم النادي الاهلي في قفه الدوري مختلف شويه، ان احنا بناخد الريسك، انت بتهاجم بثمان لعيبه في افريقيا، الظاهرين واحد فيهم بيبقى واقف ورا وواحد فيهم بيتقدم. ايوه، يعني مثلا تلاقي اكرم واقف ورا، علي معلول بيتقدم، لكن في الدوري بتلاقي الاثنين طايرين. موسيماني نوعا ما بيبقى عنده الثقه اكتر في فريقه ان هي ان شاء الله هتكسب، فبيبقى واخد الريسك اكتر، فده حله ان انت تعمل ضغط عكسي او تعمل فاول تكتيكي.